في ناس بتسأل ليه مصر في السبع سنين اللي فاتوا تحملت أعباء الإصلاح والتنمية في جميع المجالات وكمان بالتوازي؟ بلغ عدد سكان مصر حالياً حوالي 103 مليون نسمة، وهو ما يوضح استمرار الزيادة السكانية بسبب استمرار ارتفاع مستويات الإنجاب، حيث أننا نضيف ما يزيد قليلاً على 6000 مولود يومياً، أي مولود كل 14 ثانية، وهو ما سيؤثر على جهود الدولة في التنمية وإمكانية استفادة المواطنين من عائداتها. ومن هنا تأتي أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة. أيضاً إحنا عندنا تحدي كبير جداً في مصر، وهو قضية توزيع السكان. إحنا متركزين في الوادي الضيق ومحتاجين إن إحنا نخرج منه، وعلشان نخرج منه محتاجين إن إحنا نعمل اللي بنعمله دلوقتي، بنبني مدن، بنوسع الرقعة السكانية، لكن أيضاً محتاجين إن إحنا نوفر فرص للشباب وللأطفال، فرص في التعليم، فرص في العمل والسكن والحياة الكريمة. المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو المشروع الأساسي اللي بيتوجه لكل التحديات دي. وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على دعم دور الجمعيات الأهلية ومشاركتها في مواجهة القضية السكانية، ولذلك حرصنا على رصد كافة القرى التي داخل مبادرة رئاسية حياة كريمة المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة. وبدأنا بالفعل اللي احنا في إطار مشروع تنمية الأسرة اللي احنا نجهز إنشاء وتشغيل عيادات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية داخل هذه القرى. في نفس الوقت نسقنا مع وزارة الصحة علشان يتم تدريب الكوادر الطبية والكوادر الإدارية داخل هذه العيادات. محور التحول الرقمي يمكن من أهم المحاور، رغم أنه يمكن ما فيهوش خدمات مقدمة بشكل مباشر للجمهور، لكنه من أهم المحاور الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة. هيقوم من خلاله عمل بوابة إلكترونية متكاملة ومنظومة إلكترونية متكاملة للأسرة المصرية، ويمكن دي لأول مرة بتتم في مصر. طيب ده فايدته إيه أو هيعود بإيه على المواطن؟ أولاً هيبقى لكل أسرة حساب أو أكاونت على المنظومة دي، نقدر نتابع بيه الأسرة دي إيه الخدمات اللي حصلت عليها وإيه احتياجاتها. عندنا دلوقتي مجموعة من الخدمات، مثلاً من خلال المشروع بيتم تمويل قروض، تمويل مشروعات متناهية الصغر أو مشروعات صغيرة، مشاغل خياطة، أنشطة ثقافية، خدمات صحية. طيب أنا دلوقتي محتاجة أتابع إنه هل الأسر بيوصل لها كافة الخدمات ولا في نوع من أنواع التكرار؟ فإحنا هنا محتاجين نعمل عملية حوكمة ومتابعة وتقييم لأداء المشروع القومي لتنمية الأسرة، علشان نقدر نطمن إنه الخدمات اللي بيقدمها المشروع بتوصل للناس اللي محتاجاها فعلاً وبتوصل للناس اللي تستحقها فعلاً. البعد الثاني طبعاً من خلال البوابة أو المنظومة دي هنقدر نعمل إعادة تخصيص للموارد، كذلك المنظومة دي هتبقى مربوطة برضو بمنظومة أخرى خاصة ببرنامج الحوافز المادية اللي هتحصل عليه الأسرة، اللي حوكمت وتقييم وفعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. تأثير هذا البرنامج على المؤشرات الخاصة بالأم والطفل أولها بالنسبة للأم هو التقليل أو انخفاض في معدل وفاة الأمهات نتيجة زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وتقديم الرعاية الصحية الملائمة طوال فترات الحمل. على المستوى الثاني بالنسبة للأطفال هيكون في تثمين لقيمة الطفل في المجتمع المصري والاهتمام بالحالة التغذوية والاجتماعية والتعليمية بالنسبة له، ويمكن ده يؤدي إلى تقليل وفاة الرضع والأطفال دون الخامسة وتحسين الفصائل السكانية ككل تعليمياً واقتصادياً. فالعائد الاقتصادي بيكمن في محور تمكين الاقتصادي للمرأة، ليس فقط من خلال المشاريع ومن خلال البرامج تنمية المهارات، ولكن أيضاً من خلال إمكانيات مالية، من خلال وثيقة تأمينية مؤجلة، ومن خلال توفير الوقت للمرأة. يتم صرف مبالغ التأمين أو الحافز الإيجابي للسيدات التي تلتزم ببعض الضوابط، ومنها أن تقوم السيدة بالفحص الدوري عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية، وأن تقوم السيدات أيضاً بالزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، وأن تقوم الأسرة بإنجاب عدد من الأطفال لا يزيد عن طفلين. في حالة الالتزام بهذه الضوابط سيتم صرف مبلغ تأميني عند سن 45 سنة للسيدة، وعلى هذا الأساس سوف يتم تحقيق الهدف الرئيسي للبرنامج أو للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وهو تحسين خصائص السكان وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي للأسر.
وفي النهاية فإن إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة مع مشروع حياة كريمة معا والتي تواجه مشكلات كامنة في المجتمع المصري كان من الصعب إطلاقها في زمن سابق، ولكن من خلال الدراسة ومن خلال التصميم ومن خلال الالتزام سوف نتمكن من مواجهة هذه المشكلات. وهو ده الهدف الرئيسي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تحسين جودة الحياة لكل المصريين.